بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها على حاله كما نعرف أصل المشكلة كانت هذه المشكلة أن الزد العبادي عند عدم الاقتزال لا أمر لها وعلى رأي المشهور الصلاة والعبادة بدون الأمر فاسدة فهل يوجد هناك حل هل توجد هناك حلة حيلة لحل هذه المشكلة بحيث نثبت صحة هذه الصلاة أو لا لا مفر إلا الذهاب إلى بطلان الصلاة بعض الأعلام اعتقدوا أن المفر والحيلة توجد مفر الأول كان للمحقق الخراساني أن عبادة لا تحتاج إلى الأمر ونحن نكتفي برشحان الذات للصلاة مفر الثاني كان للقائلين بالترتب أنه على أساس نظرية الترتب يوجد هناك أمر للصلاة وفي الحقيقة ما هو زد العبادة يكون صحيحا لتعلق الأمر بها بعد ما اكملنا بحث الترتب وذكرنا الاشكالين على الترتب على اساس كلام صاحب الكفايه رضوان الله عليه هذا نعم في الحقيقه استدراك ولكن ما هو استدراك لبيان مطلب جديد وجواب جديد هذا الجواب في الحقيقه من محقق الثاني رضوان الله عليه معلف جامع المقاصد من اعلام القرن العاشر من علمائنا المعروف ولكن فهم هذا الدليل أو فهم هذا الحل متوقف على الالتفات إلى هذه النقطة أنه هناك ما هو مولاي نما يقول أقم الصلاة ومن طرف آخر له زد عبادي كأزل النجاس عن المسجد في تصور الرابطة بين الدليلين وبين الحكمين ثلاثة صور السورة الأولى أن تكون المزاحمة بين الأمرين وبين الطلبين في تمام الوقت بعبارة أخرى تطهير المسجد لا يمكن إلا في كل وقت الصلاة وحتى ما هو الصلاة وقتها تنتهي إلى الآن الإزالة تكون باقية كما يقع بعض الأحيان في مسجد الكبير مثلا وأمثاله إذا كان كذلك نقول في هذه السورة نحن لا نتكلم نقول الحق أن الزد العبادي أي الصلاة لا أمر لها لأن الاشتغال بالأهم يأخذ جميع الوقت فهنا ما هو كل الوقت وكل الطاقة يجب أن تصرف إلى زد الأهم والأمر بالمهم لا يصير فعليا وهناك ما هو حالة أخرى على يهال نحن هنا ما نتكلم نقول في بعض الأحيان على لا يكون هكذا في بعض الاحيان هناك زد عبادي وقته يكون ماذا موسعا ولكن هذا الزد العبادي الذي وقته موسع له عدة أفراد مثل نفس صلاة الظهر مثلا من أول الأذان إلى الغروب يمكن تكرار الصلاة عدة مرات نقول في هذه السورة أيضا الإزالة لها حالتين تارة هذه الإزالة تستغرق كل الوقت هنا إذا نقول ما هو لا نتكلم طبعا يعني في السورة الأولى المزاهمة بين طلبين كان في كل الوقت بمعنى أنه ما هو زد العبادي مثلا وقته يكون زيقا سورة الثانية زد العبادي وقته واسع كالصلاة ولكن ما هو مشكلتنا انه هو حتى اتيان الفرد الأول من زد العباد لا يمكن لان الازاله تاخذ جميع الوقت هذا اذا لا يكون محل الكلام محل الكلام هناك سوره ثالثه ان يكون زدنا زدا عباديا وواجبا موسعا ومن طرف اخر الازاله لا تاخذ وقتا كثيرا الازاله تستغرق وقت فرد واحد من افراد الصلاه خمس دقائق من أول الوقت مثلا بقية الأوقات وبقية الأفراد نحن فارغين ولا يوجد هناك أي تزاحم أو مزاحمتين إذا كان هكذا محقق الثاني يقول في هذا الفرز الثالث أي إذا كان واجب العباد واجبا موسعا ومن طرف آخر مزاحمة العبادة مع الأحم تكون في بعض الوقت ولا تكون في جميع الوقت فهنا نحن نستطيع أن نأتي ونقول له بأس به يعني نقول هذه الصلاة لو نأتي بها لها أمر بأي دليل لها أمر نقول المزاحمة كانت بين هذا الفرد وبين الإزالة وإلا بالنسبة إلى كل التبعة لا يوجد هناك أي مزاحمة جيد إذا كان هكذا فكل التبعة لها أمر وإن لم يكن هذا الفرد الخاص له أمر، فنحن نأتي بهذا به الفرد الخاص المزاهم للإزالة في أول الوقت، نترك الإزالة، نأتي بهذا به الفرد الخاص لا بقصد أمره الشخصي؛ لأنه قد سقط بعد المزاهمة مع الإزالة، بل بقصد أمره التبعي، بقصد أمره التبعي، لو نأتي فهنازل لا يوجد هناك أي مشكلة. المشكلة كل المشكلة كانت في فقدان الأمر وفرضنا أنَّهُ نَماهُ هنا ما هو الأمر يوجد إذا يوجد الأمر فلا يوجد هناك أي مشكلة يقول نعم فيما إذا كانت العبادة موسعة كالصلاة وكانت العبادة مزاهمة بالأهم ببعض الوقت لا بكل الوقت كما وضحت لكم في سورة الثانية لا في تمام الوقت لأنه في تمام الوقت التبع لا تبقى لها أي أمر. نعم فيما إذا كانت العبادة موسعة هذا فعل الشرط جزاء الشرط يمكن أن يقال ببيان المحقق الثاني إنه حيث كان الأمر بالتبع على حاله الأمر بالتبع لم يسقط وإن صارت مزيقة وإن صارت التبعة مزيقة بخروج خروج ما زاهمه الاهم من افراد طبعه من تحت طبعه دائره طبعه تزیقت به اعتبار المزاهمه مع الازاله ولكن بمقدار فرد واحد لا اکثر جید ازن امر به بقي في فی حاله ازا کانها کذا يمكن ان يقال ام کن ان یعطا به ما زوهم منها ام کن ان یعطا به ما زوهم من الطبعه يعني نأتي بالفرد الأول من التبعات الذي كان مزاهم مع الصلاة وإلا بقية مع الإزالة وإلا بقية الأفراد قطعا تكون صحيحة لا كلام فيها أمكن أن يؤتى بما زوهم من العبادة بداعي ذاك الأمر أي أمر نفس التبعة نقول حتى فرد الأول من الصلاة الذي مبتلى بالمزاهم كالإزالة ومزاهمه يكون أحمال هذا الفرد نأتي به بداعي امر طبيعي، لا بداعي امر به نفس الفرد، ففي النتيجه ما هو لا يوجد هناك مشكلتان. لأجل هذا ما هو هذه المشكله رفعت الى الآن، كنا نقول ان العباده تحتاج الى الامر، والامر لا يوجد، نقول لا، هنا لا يوجد ما هو، الامر يكون موجودا، ولا يوجد هناك اي مشكلتين. فقد هنا نكته يقول نعم فإنه هو وإن كان خارجا عن تحتها فإن هذا الفرد المزاهم وإن كان خارجا عن تحت به بما هي مأمور بها على حال التبع كما قلنا ذيقت قد لأجل المزاهم مع الإزالة وبهذا الاعتبار هذا الفرد المزاهم خارج عن تحت و وامر التبع لا يأخذه في بطنه إلا ان هذا الفرد لما كان وافيا بغرز التبعه والعباده كالباقي تحت العباده والتبعه كيف بقيه الافراد الصلاه في الساعه الثالثه والرابعه كيف تحقق الغرز وبدون شك يكون مجزيا هكذا ما هو هذا الفرد يحقق الغرز نحن نعلم ان المزاحمه فقط ما هو يكون كمانع والمقتزل الفرد يكون موجودا جيد فانه وان كان خارجا ولكن لما ما كان وافيا بغرضها كان هذا الفرد الخارج عقلا مثله مثله في الاتيان به في مقام الامتصال مثل کان عقلا مثل هذا الفرد في الاتيان به في المقام الامتصال والاتيان به بدا ذاك الامر بلا تفاوت في نظر العقل بين الفردين اصلا الاي حال ما هو هذا الفرد مع سائر الافراد لا يوجد اي اي فرق بينهما، لان انطباق الطبيعه اي الصلاه على هذا الفرد قهري، هذا لا يستطيع ان ينكره احد. اجزاؤه كسائر الافراد اذن يكون عقليا، عقل الانسان يقول اذا كان المقتزي لهذا الفرد المزاهي موجود وهو يحقق الغرس كبقيه الافراد فلا بد ان يكون مجزيا، فما الداعي أو ما الدليل وما فلسفة عدم الإجزاء إجزاء لا معنى لها فمحقق الصان رضوان الله عليه تمركزه الأساسي يكون على هذه النقطة أن هذا الفرد الأول يمكن إتيانه ويمكن ما هو إيجاد الأمر له بقية الأفراد لا, لا كلام فيها هذا الفرد المزاهم مع الإزالة نقول حتى هذا الفرد بعد عصيان الازاله يوجد له امر، الامر بالتبعه، لانه داخل في التبعه، فياخذه الامر، فقد يبقى ما هو انه مقتز له يوجد او لا يوجد، عقل يقول ما هو فرق بين هذا الفرد وسائل الافراد من جهه المقتزي والملاك والمسلحه واستيفاء غرز المولى لا يوجد. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو هذا في الحقيقة ما هو إشكال إشكال ما هو إشكال على هذا الدليل وهذا الإشكال تراه المحقق الخراساني على دليل المحقق الثاني ثم يذكر جواب عنه هذا الإشكال كيف؟ هذا الإشكال متوقف على مقدمة أن كل أمر يدعو إلى متعلقه هذا يكون واضحا كل أمر يدعو إلى متعلقه وأجنبي عن متعلق أمر آخر هذا أولا إذا كان هذا واضحا نقول في بحثنا هذا هناك ما هو عنوانين يوجد أولا عنوان تبعي الصلاة وثانيا عنوان الصلاة بما هي مأمور بها نقول ما هو مرادكم أنت ما تقول انتباه قهري وعلى هذا الفرد داخل في الصلاة مرادك الصلاة التبعي أو صلاة المأمورة بها؟ إذا تقصد صلاة التبعي نحن هذا لا ننكر ولكن هذا لا يفيدكم لأنه بحثنا يكون في إيجاد الأمر وإذا تقصد صلاة المأمورة بها نقول هذا أول الكلام يكون صلاة المأمورة بها على يحال ما هو لا تكون داخلًا في المأمور به لأن الفرض أنه يكون مبتلى بمزاهم الأهم. ومزاحم الأهم يكون مانعا عن تعلق الأمر به فعلا لأجل هذا إذا كان هكذا ففي الحقيقة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ما وقع إذا كان مرادكم طبيعي الصلاة هذا لا ننكره ولكن هذا لا ينفعكم ما قصد على حال ما هو إذا تقصد صلاة المأمورة بها هذا لم يقع على حال ما صلاة المأمورة بها لا تندرج في بطنها هذا الفرد المزاهيم هذا يكون لب الإشكال ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بهذه ما هو تبيعه أمر لا يكاد يدعو إلا إلى متعلقه وما زوحم من الأفراد بالأهم بالإزالات وإن كان هذا الفرد من أفراد الطبيعة الطبيعة العنوانية الطبيعة الكلي لكنه لكن هذا الفرد المزاهيم صلاة أول الوقت ليس من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها صلاة المأمورة بها محل البحث لا عنوان الصلاة وطبيعي الصلاة وصار خلطا لكم أيها المحقق الثاني رضوان الله عليه بين طبيعي الصلاة والصلاة المأمورة بها ودعوى فاسدتون فاسدتون من هنا يبدأ محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول لا يخفى عليكم أنه خروج الفرد عن تحت العام عن تحت العنوان قد يكون بالتخصيص أو بالتخصص الحق معكم لأنه يكشف عن خلل في الفرد وطبعا إرادة المولى جادة في خروج هذا الفرد تخصصا أو تخصيصا أن تحت المأمور به وأن تحت الإنوان ولكن بعض الأوقات خروج الفرد أن تحت الإنوان يكون لأجل التزاحم كما فيما في ما نحن فيه التزاحم سبب أن يخرج هذا الفرد أن تحت الأمر بالصلاة نقول خروج التزاحم من الأساس لا يزور بالمقتزي دائما المقتزي في موارد التزاحم تبقى ولا توجد أي فرق بين هذا الفرد وسائر الأفراد بعبارة أخرى في بحث الإطاعة والإسيان العقل هو الحاكم الوحيد كما هو مقرر في محله في علم الكلام لأنه ما هو وإلا يتحقق الدور في أتيع الله وأتيع الرسول وأمثاله إذا كان العقل هو الحاكم المستقل وحاكم الوحيد في إطاعة والإسيان نقول بنظر العقل الحاكم بين هذا الفرد الأول وسائر الأفراد لا يوجد أي فرق من جهة استيفاء المسلحة الفرد المزاهيم كسائر الافراد اذا كان هكذا فمن اين تقول انه ما هو الصلاة المأمورة بها لا تتعلق بهذا الفرد المزاحم؟ لأجل هذا يقول ودعوى مبتدأ فاسدة جواب الدعوة وطبعا خبر المبتدأ ودعوى فاسدة فانه انما يوجب ذلك فإن هذا التزاهم إنما يوجب ذلك يعني عدم تعلق الأمر بالتبع بهذا الفرد إذا كان خروج الفرد أن التبع بما هي كذلك بما هي تبع تخصيصا طبعا تخصص لا يطرحه لأن التخصص أصلا لا كلام فيه لأجل هذا يقول إذا كان تخصيصا لا مزاحمة فإنه فإن الخروج معها مع المزاحمة مرجع الزمير في فإنه فإن الخروج فإن خروج الفرد أن تحت التبعاء فإن خروج فرد الأول من صلاة الظهر أن تحت الأمر بالصلاة في أول الوقت إذا كان هناك تكلف بالإزالة فعليا مع المزاحمة وإن كان لا تعمه التبعة المأمورة بها وإن كان الفرد لا تعم الفرد التبعة المأمورة بها صحيح نحن نقول التزاحم يسبب أن أقيم الصلاة لا يأخذ هذا الفرد إلا أنه ليس لقصور في هذا الفرد عدم التعميم والشمول لا يكون للقصور في الفرد بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعمه عقلا على حال بل لعدم إمكان تعلق الأمر بعنوان يعم العنوان أو يعم هذا الفرد عقلا عقل يقول هنا بحث التزاهم يوجد وانت اذا تعمم وتقول الامر بالطبيعه يأخذ فرد المزاحم أيضاً في الحقيقه ما هو تركت او في الحقيقه نسيت الامر بالاهم والحال ان الامر بالاهم يكون فعليا جيد نفس هذا العقل الذي يمنع ويقول هنا مانع يوجد والا مقتزم موجود لتعميم العنوان الى الفرد المزاحم في بحث العباده في ضد العبادي وعلى كل حالين، فالعقل لا يرى العقل تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بالتبعة بين هذا الفرد. صلاة الظهر في أول الوقت المزاهي مع الإزام الإزالة والسائر الأفراد أصلاً. كلنا نقول أن الصلاة بعد الإزالة في بقية الوقت قد أن يكون صحيحاً. نقول في في أول الوقت إذا يكون صحيح. لأن العقل يحكم أن هذا الفرد من جهة المقتزي واستيفاء المصلحة كبقية الأفراد ولا يوجد أي فرق بينهما هذا كله بالنسبة إلى جواب من بالنسبة إلى جواب المحقق الخراساني رضوان الله عليه وطبعا نحن في وقته في حين البحث مع كلام المحقق الخراساني قلنا أنه على هذا الخروج أو الجزم في ملاك العبادات يكون صعبا خروج الفرد عن تحت التبعة يمكن أن يكون لوجود المانع كما يقوله المحقق الثاني ويمكن أن يكون لفقدان المقتزع عليها إذا كان هذا الفرد مبتلى بمانع الأهم هل فيه تلك المسلحة يوجد أم لا؟ بعد الالتفات إلى أن العبادات توقفية الجزم بمحبوبيته الجزم ببقاء ملاكه بواسطة عقل الآدمي يكون صعبا لأجل هذا نحن نفس الجواب الذي ذكرناه للمحقق الخراساني نقوله في جواب المحقق الثاني أيضا رضوان الله عليهم جميعا بعد آخون يقول هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالتبائع سيأتي بحثه في الفصول المقبلة أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالأفراد إذا قلنا أن الأمر يتعلق بالتبعة يأتي جواب الذي ذكره المحقق الثاني طبعا أنه بالاستناد بأمر التبعة نأتي بالفرد المزاهم عبادة ولكن إذا ذهبنا في الفصول المقبلة أن الأمر يتعلق بالأفراد هنا بعد يصير مشكلة كبيرة لأنه ما هو أمر هذا الفرد المزاهم بواسطة الزد المزاهم الأهم قد زال فعلا فماذا نفعل؟ محقق الثاني يقول وأما بناء على تعلق الطبيعة بالأفراد فكذلك يعني يمكن إيجاد الأمر للزد العباد المهم وإن كان جريانه عليه جريان هذا الكلام عليه على هذا المبنى أخفى كما لا يخفى نقول هنا بعد صعب لا نستطيع أن نقول أنه ما هو أمر بالتبع يكون باقيا فأمر الفرد بقي أمر بقية الأفراد لا ينفع يعني هذا الفرد ولكن نحن نستطيع أن نقول أنه لا حتى هنا أيضا ما هو نأتي بهذا الفرد المزاهم بنية أو بقصد أمر سائر أفراد الصلاة فرد الثاني والثالث والرابع له أمر أمره يكفي لهذا أيضا لأن هذا يكون مثله حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز وحيد ولكن يقول فتأمل ربما وجه التأمل أي فدقق في المطلب أنه يمكن أن طريق الأمثال ويمكن أن يكون ناظرا إلى أنه لا لا نستطيع أن نجري هذا الكلام جواب المحقق الثاني على طبق هذا المبنى لماذا لا نستطيع أن نجري لأنه يكون واضح أنه هذا الفرد يبا 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 مباين لسائر الأفراد كل فرد مع خصوصيته تختلف عن سائر الأفراد لا يكون مثله اذا لا يكون مثله فلا يستطيع ان يستند بامر فرد اخر خصوصا بعد الالتفات انه له مزاحيم كيف نستطيع ان نقول انه يكون مثل سائر الافراد فعلا جيد هذا كله بالنسبة إلى جواب المحقق الثاني رضوان الله عليه وعلمنا أن جواب المحقق الثاني إذن فيه إشكال وطبعا جواب الاخون ايضا لتصحيح الامر او لاثبات الامر لزد العباد كان فيه اشكال نظريه الترتب ايضا ما هو عند الاخون كان فيها اشكالا آخون رضوان الله عليه يقول ثم لا يخفى يعود الى بحث الترتب مره اخرى وطبعا في اخر هذا الفصل لانه بعده ندخل في فصل جديد آخون رضوان الله عليه يقول وطبعا هذا المطلب ربما أشرنا عليه في الدروس السابقة يقول مشكلة الترتب فقط مشكلة السبوتية يعني الترتب يستلزم طلب الجمع بين الزدين وإلا لو لم يكن هذه المشكلة لو نستطيع أن نحل مشكلة سبوتي في باب الترتب بعد إسباب التر... اسباب الترتب أصلا غني عن الدليل لا نحتاج إليه أصلا لماذا ما هو سره بعبارة أخرى الإمكان يلازم الوقوع أنت تثبت إمكان الترتب وأنه لا يكون من باب طلب الجنبين زيدين، وأنه لا يكون محالا بعد نحن نقبل وقوعه بدون أي دليل عنكم ما هو سره؟ سره أن في هذا البحث الفعلي هناك إطلاقين إطلاق الأول أزل النجاس عن المسجد وإطلاق الثاني ما هو أقم الصلاة لكلاهما اطلاق حتى بالنسبة لهذه الحالة يعني حالة التزاحم بما أن لهما اطلاقون ومن طرف آخر الضرورات تتقدر بقدرها، فلا بد أن نتصرف في المهم بمقدار الضرورة، مقدار الضرورة هو زمان الاشتغال بالأهم، وإلا عند ترك الأهم لماذا لا نأخذ بإطلاق المهم؟ نأخذ بإطلاق المهم ونمتسله وتبعا ما هو نأتي بهذا به التكليف. في الحقيقة إذا استطعنا أن نرفع مشكلة الاستحالة أو محظور الاستحالة في مقام الإثبات إطلاق الدليلين يكون كافياً، ونحن في الحقيقة نقول الضرورات تتقدر بقدرها بمقدار الضرورة نرفع اليد عن دليل المهم، وما هو كلية الدليل تبقى على مكانها. طبعاً محقق الخراساني في الأبحاث السابقة في مقام الثبوت استشكل قال هم هناك اشكال على يحال ما هو بقاء على يحال طلب الزدين يوجد وهم من طرف اخر قال استحقاق العقوبتين يسبب الاشكال في مقام الثبوت في بحث الترتب يقول ثم لا يخفى انه بنان على امكان الترتب وصحه الترتب لابد من الالتزام بوقوع الترتب من دون انتظار دليل آخر على الوقوع مقام الإثبات بعد ما هو غني عن الدليل لماذا؟ وذلك لوضوح أن المزاهمة على صحة الترتب لا تقتضي المزاهمة عقلا إلا انتناع الاجتماع في عرض واحد على يهال في آن واحد أنت لا تستطيع أن تأتي بالصلاة والإزالة كلاهما في طول لا يوجد فيها أي مشكلة لا كذلك أي بنحو الترتب وتولان لأجل هذا فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة إذا قلنا زد العبادة يحتاج إلى الأمر بدون الأمر العبادة لا تكون عبادة كما هو رأي المشهور ولم يكن في الملاك كفاية إذا لا نقول بكفاية رشحان الذاتي كما كان هو جواب الأول قبل الترتب وكان جواب المصنف وقلنا أن جواب المحقق الثاني إذن لا يكفي كانت العبادة أي الصلاه مع ترك الاهم اي الازاله صحيحة لثبوت الامر بها اي بالعباده في هذا الحال على اساس نظريه الترتب، كما اذا لم تكن هناك مزاده انت تدخل والمسجد طاهر، كيف هنا الصلاه فعليه واذا تاتي بها لها امر ويجزي هكذا نقول ما هو على اساس نظريه الترتب اذا رايت ان المسجد نجيس وانت على حال ما هو تركت الازاله بإلة من الالال هذا كله بالنسبه الى هذه النقطه الاخيره والمطلب الاخير لنظريه الترتب وعلى حال الحمد لله استطعنا أن نكمل بحث الترتب وبحث الترتب ما هو من ارقى مباحث الاصوليه ومن اصعبها ولا بأس ان نذكر بعض النقاط تكمله للمطلب نقطه الاولى لقائل أن يقول أو ربما يبقى في ذهنك هذا السؤال أنه أصلا الترتب صرف الفرز يكون على يهال مثل هكذا التكليف أنه ما هو في مقام الإثبات نجد للشارع خطابا مثل هذا الخطاب كيف نستطيع أن نصدق هل الترتب صرف الانتزاع وبحث الذهني أو لا في عالم الإثبات له ما هو قوله نقول قطعا له وقوع وقوعه يعلم مما ذكرنا الآن ما هو في أنه ما هو إمكانه يلازم وقوعه نقول بما أن الدليلين لهما إطلاقون أزل النجاس عن المسجد أيضا له إطلاق وأقيم الصلاة أيضا لها إطلاق هذا الإطلاق لها إطلاق أحوالي أيضا من جملة هذه الحالات حالة ابتلاء العابد ما هو بنجاسة المسجد وبأي شيء بوقت الصلاة يدخل في وقت الصلاة في المسجد يرى أن المسجد نجسون الآن يريد أن يترك نظافة المسجد وما هو يصلي هل هنا يمكن صحة صلاته أم لا إذن هذا لا يكون سلف الفرض الترتب له ما هو وقوع بناء على هذا المبنى الآن سؤال الثاني يأتي افرز ما هو نحن نقول بناء على كلامكم هذا الترتب يستفاد من اطلاق الدليلين واقعا هل اطلاق الدليلين ياخذ هذا المورد ايضا بعباره اخرى هل متكلم في مقام البيان في خصوص هذا المورد او لا يكون في في مقام البيان في خصوص هذا المورد هذه المساله انصافا صعبه يعني لو كان هناك اشكال على الترتب نستطيع أن نستشكل على الترتب من هذه الناحية نقول إذا كان الدليل كلاهما مطلق إحدى مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الناحية أي حتى ما هو حالة الابتلاء بالزدين هذا يكون أول الكلام وهذه المشكلة يعني مشكلة إحراز المتكلم في مقام البيان يأتي في أمكنة متعددة في الفقه على يهال وطبعا بحثه الأصلي لا بد أن يكون هناك ما هو في بحث المطلق والمقيد عموما ولو يقولون في علم الأصول إحدى مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان ولكن في علم الفقه يكتفون بقالبية اللفظ للمعنى لا يذهبون الى ان المتكلم كان في مقام البيان ام لا احراز مقام البيان ينسى عادة او يتغافل عنه في علم الفقه هذه ايضا ما هو بحث الثاني بناء على شرطية احراز البيان نقول لا الترتب اثباتا يواجه مع المشكلة هذه النقطة نقطة اخرى في مقام الثبوت ما زنف عل. ذكرنا بعض الاشكالات في مقام الثبوت ذكرنا اشكال المحقق الخراساني ذكرنا اشكال العقابين هل يمكن الحل نهائيا ام لا نقول تعدد العقابين لا باس به لانه هناك تكليفين يوجد له سوء الاختيار بما انه خالف التكليفين فيستحق العقابين اذا اشكال الثاني للمحقق الخراساني ما هو لا مكانة فيه ولا يحتاج إلى التأمل الكثير أما بالنسبة على يهال ما هو إشكال الأول نقول في إشكال الأول إذن عندنا هناك ملاحظتون على يهال نقول طلب الجمع بين الزدين هنا لا يتحقق لماذا؟ لأنه طارة نقص عن طرف الصلاة وطارة نقص عن طرف الإزالة عن طرف الصلاة الصلاة مشروطة بعدم الاشتغال بالإزالة، لأن الإزالة أهم. إذا كان هكذا، ففي النتيجة ما هو شرط فعلية الأمر بالصلاة؟ هو ترك الإزالة يكون، عدم الاشتغال بالإزالة. إذا كان هكذا، فترك الإزالة أو عدم الاشتغال بالإزالة، أو بناء على ترك الإزالة. يسير ما هو كموزوع لفعلية الأمر بالصلاة وطبعا موزوع الشيء رتبة يكون مقدما على الشيء إذا كان مقدما على الشيء فكيف تستطيع أن تجعلهما في رتبة واحدة كالزدين على حال الزدان دائما في رتبة واحدة كلاهما متساويان والحال أن هنا ما هو الإزالة أو ترك الإزالة ماذا صار ترك الإزالة, ترك الازالة صار كشرط وكموزوع لفعلية الأمر بالصلاة إذا كان كموزوع بطبيعة الحال ما هو موزوع دائما رتبته يكون مقدم على الحكم هذا من جانب أي شيء من جانب الصلاة وأما من جانب أزيل نقول من جانب أزل أيضا ما هو صحيح أزل النجاس عن المسجد ينافي مع الصلاة ويقول ما هو عليك بترك الصلاة يعني في الحقيقة أزل النجاس عن المسجد هنا ما يقول عليك بترك الصلاة يعني عليك بإتيان الإزالة. وطبعا قلنا أنه ما هو عليك بإتيان الإزالة وبعبارة أخرى عليك بترك الصلاة وإتيان الإزالة الذي يكون مقتزل الْأَمْرُ بالإزالة هذا في الحقيقة هو موضوع نفس السلّة يكون. نحن قلنا أن ترك الإزالة يكون ما هو من جملة الموضوعات لسلي لأجل لهذا بالنسبة إلى ما هو الصلاة لا تستطيع أن تتدخل وأن تطردها الترد والمنافرة بالنسبة إلى الهكم من قبل الحكم لا يأتي أزل النجاس عن المسجد ماذا يقول؟ يقول يعني أترك الصلاة واشتغل بالإزالة واشتغل بالإزالة يعني أتركي الصلاة يساوي الاشتغال بالإزالة الاشتغال بالإزالة هو بنفسه يكون في مرحلة موضوع أي شيء في مرحلة موضوع الصلاة إذا كان هكذا فالمنافر من هذه الجهة أيضا من قبل أزل لا يوجد الإزالة يطلب نفس الإزالة والذي يطلب نفس الإزالة الصلاة لا تنافي الإزالة لأنه كلاهما ما هو رابطة الموضوع والهوكن يكون هذا كله بالنسبة لهذا البحث الفصل الأوامر وقد أكملناه الحمد لله مع بحث مقدمة الواجب ثم بحث و وهناك بعد بحث آخر فصل جديد سندخل فيه من حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا <applause> اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء فبحقهم يا فلان أحسن ما بي أحسن ما